شلون ارتفعت المرتفعت، ومع ذلك يطالب اليوم في الجرائد وزير التجارة قال استخيل. صحيح، لأن لما يكون شخص تعاوني وفي إحدى الجمعيات، نعم، ورئيس جمعية، رئيس جمعية عارف الأسعار وعارف نسبة الزيادة وشنو المواد اللي نسبة الزيادة زادت عليه، نعم، والفترة الزمنية للأسف إن كل هذا صار في فترة زمنية يعني بسيطة ارتفاع الأسعار بالكويت. نعم. ووزير التجارة مثل ما قلت لك للأسف إنه قاعد يكابر ويدافع لمصالح فئة من الناس. نعم. طيب ننتقل، خلينا نشوف في خبر يعني نوعا ما طريف، نوعا ما طريف قد يكون يعني حزين بنفس الوقت. خلينا نشوف القبس، لديه خبر عن نائب سابق، نائب يتشربك مع بنك بعدما خسر في البورصة. والخبر يقول قدم عضو مجلس الأمة سابق قضية ضد أحد البنوك مدعيا أن تحويلات تمت من حسابه من دون علمه عن طريق موظف بالبنك يدعى ميم نون، وطلب النائب إعادة المبلغ إلى حسابه، لكن التحقيقات أكدت أن النائب كان بصدد أوامر تحويل شفوية للموظف عن طريق الهاتف من دون توقيع العميل، وأتت الأزمة ليخسر النائب أموالا طائلة في البورصة، وهو يحاول اليوم التملص من الخسائر وترديد معلومات عن اتفاق عقده مع الموظف بتحمل الأخير المسؤولية فيطرد من البنك على أن يعوض النائب ماديا. يعني الخبر للأسف نائب سابق يعني عنده لف ودوران وشغل حرمله، هذا نائب سابق، شنو تعليقك للأسف الشديد اللي يفترض أنه طبعا نائب سابق هذا مشاهد الكلام كما على ذمة القبس، لكن نائب يفترض أن يكون ممثل الأمة. صحيح. يرتقي يعني أعماله وأقواله، لكن قاعد ينصب حتى على ما شاء الله حتى على البنك وصل النصب لديه. هذا لما كان نائب كان يسوي؟ والله عندي كلمتين، النائب السابق هذا شلون وصل إلى العضوية أثناء ما كان نائب؟ لا تعليق على الموضوع فعلا. أنا ما أقول يعني شنو يعني حجم العمليات النصب اللي عملها في مجلسهم، الآن هو خارج مجلسهم قاعد كذي ينصب على البورصة على البنك، مجلسهم إيش كان يسوي؟ لكن أتمنى من القبس فعلا النوعية هذه أنها تفضح ويذكر الاسم حتى المواطنين يعرفون النوعية هذه اللي قاعد تسيء إلى البرلمان، البرلمان الكويتي بالعكس، يعني فيه ناس من ناس ذو نزاهة وأمانة ومشهود لهم بالكفاءة في مجلس الأمة على تاريخه منذ 63 إلى هذا اليوم، وهذا الأمر لا يختلف عليه اثنان، وبالتالي النوعية هذه الفئة القليلة جدا هي اللي تسيء إلى أعضاء مجلس الأمة أو إلى مجلس الأمة كمؤسسة تشريعية. نتمنى النوعية هذه أن ينشر أساميهم ويعرف أمام الشعب الكويتي. أخيرا لدينا ملف الأسبوع في الوطن اليوم، يعني خبر قد يتعلق في موضوع حملات الحج. خلينا نشوف الوطن وملف الأسبوعي دكتور إقبال المطوع. مو كل أهل الكويت مليونيرية، أقولها لأصحاب الحملات ضعاف النفوس الذين لا يبغون إلا التكسب المادي. كل حجرة ولها إجرة شعار حملاتنا، والبعض يهتمون بتفاصيل البوفيهات والهدايا فارتفعت الأسعار. حملات الحج بين شرف خدام الأبرار وعار خدام الدينار، تلاعب وتفاخر ورفاهية ولا عزاء للطاعة والثواب الروحانية. من يردع المغالين والجشعين ونوقف الرهان على السمعة. يعني أنا حقيقة أخي يوسف أتيت في هذا الموضوع، موضوع حملات الحج. البعض للأسف الشديد اتخذ حملات الحج يعني VIP، وصلت المرحلة قبل VIP الآن VVVIP، 3000 4000 و5000، انت وين رايح يعني؟ ماني عارف شنو هذه الحملات. خلنا من الموضوع هذا، ما بتكلم انا، ما بيتكلم عن الموضوع. المعد يقول احدى الحملات 7000 وصلت الى هذه المرحله، يعني كانه ملك، يعني هذه مو حمله. انا ما بتكلم عن الموضوع هذا، اتكلم الان فئه غير محددي الجنسيه البدون. تصدق اخي يوسف ياخذون عليهم 250 او 300 دينار على التاشيره فقط، يبيعون التاشيرات. بعض الحملات اعزائي المشاهدين تبيع التأشيرة لفئة البدون 350 دينار، يعني هذا مال حرام. طبعا السفارة السعودية تعطي كل حملة تقريبا 25، يعني لفئة البدون كل حملة لها 25. للأسف البعض يبيع هذه التأشيرات 350 دينار، لهذا المرحلة وصلت الجشع. رغم أن حملات الحج يفترض أنها يعني تخدم يعني هذولا، يعني مهما يكون حجات بيت الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون الربح نوعا ما معقول وليس بهذا الجشع. شنو تعليقك استغلال بعض الحملات لفئة غير محددة الجنسية البدون؟ والله شوف أخوي، بالنسبة لاستقلال بعض الحملات، نعم، أمانة يعني كان أن سفارة المملكة العربية السعودية، نعم، شوي تسهل على هذه الفئة. نعم. ما هم عفوا أخي يوسف، السفارة يعطون مجانا الفيز للحملات، ما الحملة تأخذ الفيزا وتبيعها 350 حق البدون. لا لازم أنا النقطة هذه أنا متأكد من المعلومة هذه. لا لازم تعطيها يعني
يعني ما تقتصر هذه التأشيرات حق الفئة هذه، حق الحملات يعني. يعني مثلا أي واحد يبي يروح عنده جوازه مثلا كذا، ويبي يروح بيت الله يودي جوازه ويعطونهم التأشيرة. الشيء الثاني، وين دور وزارة الأوقاف؟ نعم صحيح. يعني وزارة الأوقاف هي المسؤولة، هي المسؤولة عن هذه الحملات. كان على وزارة الأوقاف تحط قانون أن هذه التأشيرات للفئة اللي رايحة بيت الله بتحج، نعم، فرض من أفراد مفرض الإسلام، نعم، تكون مجانية أو بأسعار يعني 10 دنانير أو 20 دينار اللي هي قيمة اللي يأخذونها، نعم، السفارة منك، نعم، إذا كانوا يأخذون رسوم رمزية، نعم، يعني هذا، نعم. لكن للأسف أن هذه الفئة يعني محاربة، نعم، قلنا في علاجها وفي زواجها وفي تعليمها، نعم، الآن حتى في حتى لما تروح بيت الله، نعم، هم يعني تعاني. يعني احد الاشخاص يعني ذكر لي قال يعني زوجته كويتيه وهو بدون، زوجته تقريبا رايحه حمله حج، زوجته 700 دينار وهو 1100 دينار، قال ليش يبى الفرق؟ قال هذا عشان تاشيره 300 دينار، 350 دينار. يعني شوف، لان التاشيره قاعد تباع وصارت يعني سلعه تباع وتستقل هذه الفئه بهذه الطريقه، مو نظير خدمات. لو كان نظير خدمات نقول امنا بالله يستاهلون، لكن للاسف يعني على اساس انه ماخذ تاشيره من السفاره السعوديه قاعد الحمله تبيعها حق البدون 350 دينار. للاسف ان وصلنا لهالدرجه امانه. وهني قاعد اقول لك اياها، لابد انه يكون لوزاره الاوقاف، نعم، اداره صحيح الحج فعلاً دور، وانها تتابع هذه القضيه، او هي تكون يعني تنسق، نعم، مع السفاره سفاره المملكه العربيه السعوديه، نعم، لانهاء معاناه هذه الفئه، نعم، وتسهل عليهم الذهاب الى بيت الله. نعم، فعلا نحن فعلا نطالب وزاره الاوقاف بانها تضع حد وتحقق في هذا الموضوع، وهذه المعلومات مؤكده. يعني وان كان يريدون اي معلومات انا موجود في ديوان الصحافه، يتصلون علي وانا حاضر اعطيهم هذه المعلومات اللي تؤكد ان الحملات، بعض حملات الحج قاعد تبيع تاشيرات للبدون ب 350 دينار دون نظير خدمات، فقط مجرد انه يحصل لك على فيزا من السفاره السعوديه 350 دينار، اذا بيحج معاهم هذا مبلغ اخر ما له علاقه في هذا الموضوع. خلينا نشوف اخ يوسف، لدينا فقره كاركتير الشاهد اخيرا نشوفه، اتمنى تعليقك. كاركتير الشاهد، قراءتك لهذا الكاركتر. طبعا هذا طبعا رجع على غرفه التجاره، ويمكن مواضيع كثيره اليوم الوطن فاتح الملف ولا زالت مهتمه في موضوع غرفه التجاره، وموضوع يعني طويل جدا. والله يعني للاسف ان التصريح، نعم، يعني اللي قاعد نسمعه ان الحكومه راح ترفض قانون اللجنه الماليه التعديلات على قانون الغرفه امانه. نعم. الان دورنا القاعد الجاي راح تكون التصويت على هذا القانون. نعم. على وانا متاكد ان هناك اغلبيه، ومهما حاولت الحكومه انها يعني تأثر على بعض أعضاء مجلس الأمة، لكن في النهاية التعديل على القانون سيقر إن شاء الله. لكن للأسف إن نشوف بعض التصريحات بعض الأعضاء. تتوقع أنه يقر التعديل؟ والله الحكومة وعدت الغرفة أنها راح تسحب المشروع، ترد اللجنة المالية. أنا إيه هم واليوم عفوا يعني هناك أخبار بأن مساعي لإزاحة النائب أحمد السعدون والزلزل من اللجنة المالية، لأنهما من النواب اللي وافقوا على التعديل، وبالتالي يبدو حتى الضغوط وصلت إلى إزالة السعدون والزلزلة من اللجنة المالية لدور انعقاد المقبل. إي بس هناك أعضاء كثيرين أمانة موقفهم نفس موقف أحمد السعدون ويوسف الزلزلة، ما راح يتأثرون بضغوط الغرفة؟ ما أعتقد. أنا اللي أشوفه يعني نسبة الأعضاء اللي ماشيين على القانون هذا على تعديله يعني فوق 36 نائب. مهما الحكومة أثرت، مهما الحكومة ساومت، ما أعتقد أنها راح تأثر يعني على العدد هذا. نعم. فأنا عندي متأكد، نعم، أن المجلس سيعدل هذا القانون. والله أخي يوسف أنت متفائل، أنا بالموضوع هذا بالذات متشائم، ونشوف الأيام القادمة إن شاء الله راح نستضيف الأخ يوسف ونقول له بإذن الله مع يعني مناقشة هذا القانون، هل سيسحب أم سيصوت عليه؟ أنا فعلا متشائم، أتمنى أن يتم، لكن أنا أعرف حجم الضغوط الكبيرة قاعد تمارس الآن على الأعضاء. عموما الكاتب في صحيفة عالم اليوم الأخ يوسف الحجي، أنا شاكر لك حضورك اليوم وإثراك هذا الحوار معنا. أنا أشكركم ومشكورين على هذا الحوار. حياك الله.
مشاهدي الكرام، قبل لا نختم نذكر في إيميل البرنامج واللي من خلاله نتواصل معكم، يعني نسعد جدا باقتراحاتكم وكذلك انتقاداتكم للبرنامج، لأن نحن في ديوان الصحافة وفي تلفزيون الشاهد نتقبل الرأي والرأي الآخر بصدر رحب، ليس لدينا أي خطوط حمراء، وبالتالي ما يهمنا الانتقاد، بالعكس نحن نسعد إن كان انتقاد بناء وقائم على الاحترام المتبادل. أتمنى مشاهدي الكرام أنكم استمتعتوا معي، أراكم غدا إن شاء الله، أستودعكم الله وإلى اللقاء.